الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام يا الله. باب المراقبة أيين بلوني مراقبتنا وحلوش إذا مراقبة الله إن الله ليسكي لاليو وحن إنو كا أركو أذ وحن سميسو إن آذي آذي ليس قجرو والله حسوسنا أذو الله إنو كا أركو يوكو طال عني ساس آودي إذ حمانتا إيا معاصيدا إيا الدنبيادا ليس قجرو طاعاتك إيا الود ذالو لوناتشيو معناها مراقبة الساس أدعيس آياتك أشيخ صوقاتي والله بيني أحاديثة إيا نبلا بينا إن شاء الله تعالى. شيخ وحوري رحمه الله، وأما الأحاديث أحاديث سميان حديث كشني الإحدانات باب كان وحديث ككوادي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب وحويري بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقت قديه سأنقو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله يكتي سأنقصق أنه ذات يوم وقت مالين صاحبة بمعنى مالين قدهد آن قصق النهي إذ طلع علينا وبيده ونقصه وبحي أنك رجل ننقصه وبحي ننكاسو شديد بياض الثياب دركي سعدان تيسو أي درنتو آدو درعض إذ طلع على ماذا قاركود وحي إلى هذا نهدي بين أما بين ما يكهر مرتو إذ وحيذ مركع فائدين إيسا مفاجو سيدي الله برتا إذ إني كنت سيسمها لكن حال الداسي على ماذا قاركو قاريالين ووحي إلى هذين مركا بينا أما بينا ما كهر مرتو مركا مفاجأة الله فصيريا أوجوهك لو كسوك النواترتا وأكوارك كرتان شرح ذا قاركو ذي وشيدي وحي إذ طلع واب يدي ونقصه بحي علينا كركا يقى رجول ننقصه بحي ننكاسو شديد بياض الثياب دركي سعدان تيسو أي درنتهايو آد ودرعض شديد سواد الشعر لبدا شديد بوحي سفكيهين رجل تي سفكيهين شديد سواد الشعر تميه سمدو قيسنا وآد ودرنيه آد وتممدو ننكاسو لا يرى عليه أثر السفر والحالين كرتا ما دام النكردي أي تخصيص قادت صفات كانوا وطوسي وذكرت نكاسو لا يرى عليه كركيس أن لغو أركين أثر السفر راد سعدال أما السفر أن لغو أركين والسفر على مده سكمن موغدان نرد بكم موغد سماءها نرفات سماءها ننوحوي مركا تبعا سماءها واحد مدانين مركا دمقارد خصوتوس ولا يعرف منا أحد ولا يعرف نكاسو أنو قرني منا أنغا حال نغمد يا احد عدنا اين قرنين عدنا نغمد ونكا قرني سنه اين جرين حتى جلس نكي واسو سوده حتى جلس الى فريست الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي انت كاهاتي الى مركا وحويه فريست هلكو النبي كسو غاري عليه الصلاه والسلام الشديد بياض الثياب يا شديد السواد الشعري اشا يا كنائب مركا الضمير كي سده علماء قاركود اي مران أصل كذو حن قل لها الشديد بياض ثيابه يا شديد سواد شعره طبعا نهلك الضمير كي أيا وحلق النائب يا لي أشأ أيا لقى النائب يا لي على رأي الكوفيين وألعن المضاف قد تنوب فيقع الربط بها المطلوب وكن ناظم كيره يعني أل وحي كان نائب نقطة مضاف كوي كان نائب نقطة أشو مضاف كالضمير كسلوت شيدا مركزا وحوي ربطك كل عيايا أشاء يا مركز النقنيسة رابطك النقنيسة على رأي الكوفيين يعني حق مركز وحوي رابطك إن النقنيسة يا رأي الكوفيين كل السن سيدا كلوالي سلو يقولي وبصرين توحالي ينضميرك ولا قدر يا مركز ربط الله بها فأصلنا ذواتي ركبتيه اللبدي سروق واللبدي روغ النينكا إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم لبدي روغ النبي عليه الصلاة والسلام بول لبدي روغ أصارة يظن وشيء كرو غريبة ووضع وارده كفيه لبدي سكف لبدي سعكر أما لبدي سباب عنا وحوده كفك وحل يا انت هوري اتشلقستي ذا كهور ريسي عكر كلا يلهدو انت صامرك كف لا يلهدو كفك حقي سهو صو
بابعده اي اجيده ووضع وادغى كفيه لبديس عكر اما لبديس بابعبده على فخذيه اي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لبد بودين النبي عليه الصلاه والسلام بصاره لبديس بابعه وحصاره بوديها النبي صلى الله عليه وسلم لبد ركن لبد ركن بو هيا بعض اهل العلم فخذيه ضمير كوتشرا وحي عليين النبي عليه الصلاه والسلام وفخذي النبي صلى الله عليه وسلم بيدادين بعض اهل علمنا وحي الهدين وفخذي الرجل على فخذي نفسه يسوي لبدي سي بودو ان كلها اي لبدي سي بابعنا صار سدان الشرح ذا قاركود بو فسر او وحي الهدين مركا قاب كاسي قفكم متعلم كعلم قدونا يا طالب كايسود وفريستو التأدب ككتشرو واسدا أنصب كالله أي شو حصار رتي الرواية حديث كمركا كم ذا والسنة كقارك ذا يسوريين والشيء جيس فخذي النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن كاس سدا عضينا يسوا أي أرجح النقص ولو سدا كلام متبادر هالنقطة عن كم تأشياء غريب كأنك أي كاركين ووضع وادي يكفيه لبدي سعكر أما لبدي سباب عبده على فخذيه وحدق على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لبد بودي النبي صلى الله عليه وسلم بصارة وقال وحد يا محمد محمد أخبرني عن الإسلام يقول الإسلام لماذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم الإسلام إسلامك أن تشهد وإن أذكرته أن لا إله إلا الله من حق لك عابد إن نترن الله موياني أي أنه شأنيه أنت سوى مخففة من الثقيلة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله مثل عابد حق ماءها إلا الله الله موياني الله إلا عابد وحق الاستثناء بعد النفي إثبات أما لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله من حق لقو عابدا شرطانك كما الصغنى إلا الله الله موياني الله إن حق لقو عابدا وشرطا وأن محمدا يئن أذغرت إن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله رسولك الله إنه يهي سيدانا أذغرت وتقيم أذوكت تاكت الصلاة الصلاة وسيدة تاولات مادو وتؤتي أذبحسو الزكاة الزكاة أنا أذبحسو وتصوم أذصونتو رمضان بشر رمضان ليلة ذنا أذصونتو وتحج أذحجده البيت بيت الله الحرام وكعبة أنا أذحجده وقصد خاصة إن استطعت إليه السبيل أدت كري كرتو قارتان كأدقاري سو وضهد أدو أودي كرتو أدكو قاردو بيت كان إن أذحجده وحي كمت هاي إسلام كأي كمت أركانتس شنتي أركان الإسلام كأهي أي أشياء قال وحر إنك صدقت رنباد الشيكتي فعجبنا له وحو عمر يري والله يابنا إنك صابت مرك الله يابتان كوا محي يسأله ويديني ويصدقه وانا أرميني وسؤاش ويديني وحي كفها منين أنو قرانين رمينت أرميني أنا أولي هو أرمت أنا أرم باس شاكتين وحي كفها منين هرأو قراني لابد أرم بإسكه ريمي يا يعني إنه مركا اللي قفهم هذا الكيسي إنه قرنا أيه هذانا قرنا إنن لا يبقى ككنسة تواتس وعكوب بنان يسأله ويصدقه إن الحاريس وعكركوب بنان استناف بيان يا إن تكلت لبا استناف باشرو استناف نحوي يا استناف بياني استناف كبياني جاه وحك قد وينه كالنحوي جاه سؤال مقدرة شوابتي أي استناف كبياني جاه ومحاي أليابتين هدي الله يلهد أما صابت الله يابتانك ومحاي يسأله ويديني صابت الله يابتانك وي يسأله ويصدقه مركز سؤال مقدرة شوابتي هدي الله قرده وحين قنس استناف بياني وشي أكرنا وحويها وإن لحاليه وأن الله يابني حال ويديني أون أرميني أيان الله يابني سيده راسي في عنه قال وحري فأخبرني يقورا عن الإيمان إيمانك يقورا قال وحري أن تؤمن وإن أضرم إيسو بالله الله أضرم إيسو وملائكتي يملائكتي سأضرم إيسو وكتبه يكتبتي سأسودتي أضرم إيسو كتبت إلهي منزل كأه النبي يدى الوسو الرغي لما أنت وذن أضرم إيسو ورسوله يا رسول الله إلهي أضرم إيسو رسول الله إلهي صدر أردن أضرم إيسو نبي يدى أردن أضرم إيسانه
والرعيسة واليوم الآخر ما أنت الضنبوق يا مضنا وين أضرم يسوه يوم الآخر وحلو يري ما لينك الضنبيسان شرين وآخر يوم ما لينك الضنبيسة أي أن شرين وآخر يوم وتؤمن يين أضرم يسوه بالقدر قدر كأضرم يسوه كبدلو خيره قدر ككيس خير كلا أضرم يسوه وشره يكيس شر كلا بأضرم يسوه قدر كورنا لن أضرم يسوه خاري يشربه وحو إلهي قدري قال وحو لنك صدقت رنبا الشيكت قال وحو يلي فأخبرني إيقورا عن الإحسان الصمفلك إيقورا قال وحو النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله أي هو إحسانك أن تعبد الله وإن الله عابده وجواب السؤال أن تؤمن بالله إيو أن تعبد الله مد والبما الدامة جواب سؤال إذا أي دعضي السؤال معاد في الجواب سؤال شو مد جواب تلقو السعري كما عنه حول دعايا هو إحسانك أن تعبد الله وإن الله عابده كأنك تراه سيدي مركا أضع أركا يسوك لا عابده حالة شبه يسو سيدي مد أركا إياه على كونك مشبها بمن يراه إن هذا عابده سيدي مد أركا إياه هذا عابده حالة سيدي شبه يسو هذا عابده فإن لم تكن هدان ذاهين تراه مد الله أركا إياه هدان ذاهين فإنه الله يراك وكو أركا إياه قال وحر إنك فأخبرني إيقورا عن الساعة قيامة إيقورا قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها كالويدين يصاعد معها بأعلم مذوقا قوم بضن معها من السائل كويدين وبمعنى سيدان أدوك أقرنين بنا نعنا أقرنين قال وحر إنك فأخبرني إيقورا عن أمارتها علامات كذا يقورن علامات كصهر يا قيامة إيشي قال وحر أن تلد الأمة ربتها وإن دشه الأمة أدونت ربتها السيدة دي تأسيدك وإن دشه وأن ترى الحفاة يين ضركت الحفاة كوي عقها عضا يانكبها إلا نين يا العراة قاقاونا يا العالة عيدها رعاء الشائي أريها الرعاي يتطاولون حالي سودر الرغنيان في البنيان الاسمها وأنا كادر ريري أنا كادر ريري أنا كافوق دير حالي سيدا سقفان يان اسم ياشا أنا كاقري دير إن سيدا أركتا وحي كميتا هاي علامات كقيامة كميت ثم انطلق نكي واتري انت أدب دي نكي واردقاق واتري فلبثت وحن سقنا مريا وقت ديربان سقنا وبمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرنك إسلا سوقاد ونك إسكا وريسم ثم قال كذبنا وحو مركا أولي النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر عمرو أتدري ما قرنا من السائل كم ياهي كي وحو يديني نك وحي سؤالي كم ياهي كم وهذا يعني واكم السائلكم قلت وحن إلي عمر باورنايا الله ورسوله أعلم الله الله إيه ورسوله رسولك إسا أعلم عدو البوغ أقوم بضن قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل نكا سوى جبريل عن الشخص السؤال يوح فإنه سائلك وحي ويديني جبريل جبريل وي أتاكم ويديني يعلمكم حال إذن برا يدينكم دينك إذن برا يديني يعني الدونة يؤنو إذن برد دينكينا أو سن يسيه يعني حالة منوية رواه مسلم حديث مسلم بصحيح كسوري ومعنى تلد الأمة ومعنى تلد الأمة ربتها معناها اللغة شيدو الدونة أيار دليسة ربتها تأو سيدة أهيدة يدا مركا سيدك أواه سيدة أواه ربتها أي سيدتها وسيدة دي ذا اللغة شيدو ربها نواصار ارتطع ضعين لهين من كان السيدها بين غنس ومعناها اللغة شيئا محيطها ومعناه معنى سنة أن تكسر وين إبادته السراري الضومه أي بطان الضومها ملك اليمين كالله يسنى يأين فربطان حتى تلد إلى إكردشه الأمة أدونت السرية يعني إذا أدونت ينبالغت الماما يعني مركا وهيستي سريانا وحلو يلي أتي أموالتك وكردك تيه إن مركا وحوى اللون سبينا إلى السر يعني مركا اللون سبينا يعني أدونت مركا وحوى المتقاية ملك اليمين كو التقاية
السر وحوي والنكاح بمعنى واجتماع عن لغة الممي. وألا يحسن السر أمثالي، زعمت بسباسته أني قد كبرت وألا يحسن السر أمثالي. وشك لو حيت وإن ليلاده وحلون سبينا يا يعني مركز سرور كيف اللون سبينا لأنه يسر بها الله يغفر حنا يا سابتي مركز وعدون تا مركز ملك اليمين كان نكو أها يستو وكيل مدشنا بنتاً إنان إنا يدشوي لسيدها سيد كذا يقول ليسا يعني كي مركز لها أدون تا أيام ملك اليمين مركز وغطاقو إنان بيقول الشيء. وبنت السيدي في معنى السيدي إن أنت سيد كيدو دلينا وعكدي غنطة هاي سيدي سيدو كلا يوكدي غنطة يعني حقيقة مركا يدو دي ما أدون سنكر تو دي أبتكو والدكو أما هو يدو ما أدون سنكران وحوية تشدتك مركا وحوية دي ودنتي حرن غنيان مركو دنتو وحوية سيدكو ما دعي كرتو إني مركا وحوية مالهان هو يدو دحلان ما دعي كرتو وتشدتك وصاو دنتو أي يدو حرن غنيس من مالك ذا رحم محرم رحم مركا محرم نما صاحبك ملكيا وقعنتي سأصوغ على أحد محارمه عتق عليه وكحروبيا وما بانا إنو لها أنا حري شردتك وقعنتي سأصوغ على حرنا هنا يا لكن وحلقت الماما يا يضو أين أدون سنكرين حتى لما دام مركا وحوي سيد كيدي أودري يعني دباور كاسنا أيلا ذا هاي مركا وحوي سيد كيدي نكسو تشيدو سيد كيلها مركا أدونتن ملكينا يي ما دام أودري في معنى السيد بيسكت سيد كبير الله حكمته مركا كأنه إلي ملكي دي ما ملكي كرته. وقيل غير ذلك الصدى سيانا هاي النوال ليلي سيالها كلا الليل وحكم إذا وحوية وإن ليلة هذو وحفر بضانا يو وارد كارنما ذي عقوقا فر بضانا عقوق الأمهات أي فر بضانا مركا سأبطكو إنا نيا إنبا وحي أولادق ميان هو يدود سيدي أدون أيليهين وكلي أولادق ميان يا سيدي وحقو ديديان سيدي وحقو اللاضيان سيدي مركا يسمى مركا حوان يعني أهروفيان سيدي أعنانا يعني أدقاليان سيدي حضي دونان مركا قعنت أولادتقيان كأنه إنا أدون أيليهين وكلتها سيدي أولادق ميان وعقوق إيو والد كارني ماذا فربضانيس سيدي أنا علماء قاركوذ وأتوجيهين. والعالة الفقراء عرضنا وكو مركا فقراء عيدا وقولهم مليا أي زمنا طويلا وحلوش هذا وقت دار وكان ذلك ثلاثا كاسنا وحوها صدح بين بوها والرواية كراكو صار ورطي وقت قاسين وها صدح مركا وحوها مع الموضع ما صدح بين دبديد إنوها وحانا صار ورطي رواية كقاركو الصحابة دي النبي قوينو كود عليه الصلاة والسلام مركا نكي تشيستي نكا مركا وحوها ويا رسو تشيدي سعري تبدنا أي كذبت تجين تبدنا أي وين يا تبدنا أي وين تبدنا مركا أوش يا النبي عليه الصلاة والسلام إنه مركا جبريلها على ماذا وحيد هذه رواية عمر التلمام يسا إن وقتي مركا صدح مع المودة الدبديد النبي أوش يا عليه الصلاة والسلام يا رواية ذاك لي الشيء يسا إنه مركا بيجي مركا نكا ويارا وسوع ليه تبدنا أي كذبت تجين تبدنا نكا أي وين أو مركا أوش يا العلم يا قاركود وحي هذا وحلقو كل من يا إن مركي سؤالها اسمرك أي النبي عليه الصلاة والسلام إنك إسلاف صدين أو النبي وجه وابي إن عمر مركي بكعاي وتجي ترى الصحابة ذكروا كويل مركي وحوي إنك ويارا وسعرية ترى الصحابة ذكروا وش يا جي عمرنا أنا كور قبينا مركي وتجي عمر مركي صدح مع المود بديد إنه سأشي ويدين ويسقى وركي أنهلين سقى وركي الصحابة ذكرنا أين وش يجين أن وركي هلين أي النبي ويدين عليه الصلاة والسلام مركز السياسة وقشي جيا صار صار لبضة روايانا علماء إلهدين والوكل منايا حديث كان وحي ربضا بلقى قاضنا يا فوائد فربضا بكتشرة حديث كان هرت مروح على إلهذا وحديث عمر مرنا وحليه وحديث جبريل تاصيين وحوى قريب كوكو النغان عادة وحب بضان حديث كان لون السبيه راويه السوري حديث عمر مركز إلهذا وصدي معروف كهيدا الشائع هيدا اللي يقاني حديث جبريل إلا يلادنا وادعضا جبريل إلا حديث كمسورين تاسنا وأسلوب علماء استعمالانو حديث كعدو قصدي سكو سابسنية هاي إن لون نسبيه لها وحديث كعين كاس يضنا وحوي وجائز وابنانتا ساسا حديث جبريل الله أرنايا وسيد الله إلى حديث المسيء صلاتي نكي صلاة دي سحمية حديث كيسي يعني الشأن كيسي قصدي سكو تعلقا حديث كيو مادامو كو تعلقو حديث كيسا والله نسبين كرا
marka labada siiqo mid walba waa la isticmaalaa habadnaato in xadiiska cid soo warisay loo nisbeeyo cid qisadiisa ku saabsan yahay loo nisbeeyo la yiraahdo xadiiska jibriil ama xadiiska muuse salaati saas la yiraahdana iyaduna saasiyada bay u jirtaa marka labada marka mid walba yaani waa sugant xadiiskan wuxuu tilmaamayaa inuu marka Umar marka uu yiri Nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam annagu maalin la joognaa ayaa waxaan ugu soo baxay nin dharkiisu aad u cad yihiin timihiisuna aad u madow yihiin raad safarna aanu ka muuqan cid naga mido garanaysan inay jirin markii la arkay dharkiisu wax marka booro iyo uskaga iyo waxba inaan ilaahayn aad u dhar cad yahay timihiisuna aad u madow yihiin oo siiga iyo waxba ayna ka muuqan raad safar aanu ka muuqan waxa marka dhaahir ay waxay tahay nin magaalada ka soo toosay inuu yahay markii saxaabadii badnayd ee jamaca ahayd ee Nabiga la joogtay (alayhi salaatu wa salaam) ruux kamidoo garta la waayeyna taasna waxay noqotay xaaladiisu inay u egtahay ninkan nin qariiba inuu yahayoo nin magaalada markaa deegaanka ah inaanu ahayn magaalada aanu ka soo toosin meel ka yimid labada arrin waa laba shay oo kala tagan ninku ma nin markaa magaalada aba oo magaalada ka soo toosay mise waa nin qariib oo safar ku yimi hadduu safar ku yimi calaamaad safar baa ka muuqan lahaa haday boor tahay iyo haday marka waxa weeyaan yani marka safarka dhibaatadiisi tahay iyo haday marka waxa weeyaan timihiisa yani marka sidee yihiin iyo dharkiisu siduu yahay yani calaamad ba ka muuqan laha calaamadkina kama muuqdaan cid naga midna garanaysan buu shayga kale la yaab kari waxay tahay ninkii marka islaahayeen haduu waa nin qariib ah ay la yaabanay xaaladiis intuu soo socday buu cid kale ba marka uma leexane nabiga intuu yimi wali ku dhawaaday ilaa uu labada ruug u saaray dee ruux qariibi ciddii marka beledka ugu mudnayd ee ugu wanaagsanayd yaa ee ugu sarreysay intuu soo socdo marka waxa weeye isagu inuu rugaga u saaro lafteedu waa qariiba waa shay kaloo qariib ah shay kaloo la yaab leh kuma joogan intaase labadiisi gacmoodna labada bowdee nebiga sallallahu alayhi wasallam ayuu saaray dee ruux qariibi ficilkaasoo kale ma sameeyo yaa yani taasi qudheed waa la yaab intaasi markay dhacday ayuu magiciisi ugu yeedhow yaa muxammedu taasna waxay ku tusinaysaa de inuu garanayba iga waran islaamnimada nebigu waa u sheegay wuxuu ihi alislaamu an tashhada an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah arkaanu islaamku buu sheegay haddana iimaanku weydiiyey sidii buu uga jawaabay islaamka markuu uga jawaabo wuu yidhi arkaanu islaamka u sheegay ayuu yidhi runtaa wey run baa sheegtay saxaabadu waxay yidhi markaana waa la yaabno waxay ula yaabeen waxay tahay su'aashu weydiinayo waxaa laga fahmayaa inaanu garanayn rumaynta uu rumaynayo uu leeyahay run baad sheegtay waa runtaana waxaa laga fahmayaa inuu garanayay waa laba shay iyaduna kala duwan labadaasina maadaama sidaa u kala duwanaadeen waxay noqdeen mid ay la yaabaan haddana wuxuu weydiiyey iimaanka ma uga jawaabay run baad sheegtay buu ixsaanku weydiiyey su'aalaha caynkaas u saaray maraatibu diin alislaami ayaa la yidhaahdaa oo alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan waa saddex martabo islaamku arkaan buu leeyahay waa shan rukni waa shan taatiir حديث ابن عمر نواشنت الشيخ يبني الإسلام على خمس أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت شنتاس مباني بالي له ذا أركان باليها أركان الإسلام بالي له ذا وتيرر كإسلام وحوقه الرئي أولا بذل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لبدا الشهادة وقه الرئيس صلاة دا كحكتا زكاة دا كحكتا صون كحكتا حج كحكتا رواية صعر ورتك زيادة نيسا وأن تعتمر وتغتسل من الجنابة إن هذا مركع عمريستو جنابة أنا إسكم ما يدو هذا صدح أرهن وصاصي كدريس الله بدأ إسكم يديهم رواية عنك صحافظ بن حجر وحورنا ومركع سنة كذو حسن صاصي عرنا مركع إسلام كل إنتم كمكوبنا لكن وحلوك إذا وأركانتي وقوة وينيد إسلام نمدوي tiirarkii islaamka ugu weynaa weeyaan marka waxa shantani shantana waxay u badan tahay waxyaalo muuqday u badan tahay oo iimaan iyo islaamnimo la israaciyey culimadu waxay ila idha ijtamaca iftaraqa wa idha iftaraqa ijtamaca iimaan iyo islaamnimo hadday kulmaan oo isku meel lagu sheego iftaraqa way kala tagaan oo laba macnay kala noqdaan wa idha iftaraqa markay kala tagaan oo mid ahaan la sheego ka kale aan la raacinna اجتمع وي كل ما نو كي كلنا وسوق ذا قلا يا او اسلام كلي هدي لا شيغو ان لا راعين ايمان ان لا راعين دو سوق لي ايمان كن وسوق لي ورضيت لكم الاسلام دينا بدون ايمان لو ما تشي ايمانك وكو جرا
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. إيمانك ويسك قشرة إيمانك اللفتي سمرك قار لوشيغو أن وحبك للراعين وإسلام أنو كل النين مرك أنا واسوغلي يا إسلام نمدين واسوغلي وطيع علمات مرك التعريفين يا أهل السنة والجماعة إيمانك إيدادان الإيمان قول وعمل إيمانك وأراه عمل قول في واحد سوغلي قول القلب وقول اللسان يعني أفك إن لقي له هذا قلبي جنا لقي له هذا وحفك اللي قال لي قلبي جنا كسوه بحده يعمل القلب وعمل الجوارح يعني إن مركا قلبي جنا لقى عمل فرج جوارح ذي يحبناها أنا لقى عمل فرج يا كبح سو قال لي وحك سوون أحسن وروح الصمينا أيه أما هالنقض وح موقضة أما هالنقض وح قرصونه يعني مد ولبا سو جريس مد ولبا وسو جريس أمرك لورنا إيمانك وحوي وقول يعمل يعتقاد أما قولي عمل ينية سو شافعي كعبري إيمانك هو قولي عمل ينية يعني النية للي مادو يعني عمل إيه مركا وحوي أرهن للي مادو عمل القلب وعمل الجوارح إيه وحوي مركا قول القلب وقوله يعني مركا اللسان أفكا إن لقيل هذا قلبي كان لقيل هذا يعني لنا النية النية ذا أن لقتكين نية ذي أن لقتكين وحمركا إن قنيسا إن لقيت شيء إيمانك أما الصدع علماء قال كعبيران وقولي عملي اعتقاد يعني الصدع خلاص إسلام الصعداء أي إيمان عند أهل السنة والجماعة أو أعماش الصالح إلا بإلا إيمانك وكشفت الصدع أراهد وكشفت شهاتين كأن لقد واقع أما وحك السوين أكسن أفكار لقاء أرنا كل ذلك ويسوق ليس إيمانك الصدع وحوية تصديق قلبك قلبك إلا قرهم أيه إيه عملك قلبك بأيسوق ليان إيمانك أيسوق ليان مركا تاسوا عند الإفراد ومركا لكلية لو أن مركا إيمانك إسلام لما الراعين لكن هذه اللبضة اللي يسكول له إيمان هي إسلام اللي يسكول له وحي مركا أهل العلم أي لهذا انقار كود وصيد حديث كان جبريل وكلو منا ظاهر بالقفة السراء منا باطن أي القفة السراء وحالك عند الاقتران وكالدوانت عند الإفراد عند الاقتران مركا وحوي أساس أودد مركو إيمانك النبي ويديه عليه الصلاة والسلام إلا إسلام نمذج كل الرنايدة وحش جايون مركا إن الله الله رمائيو ملائكة سال رمائيو كتب سال رمائيو رسول الله سال رمائيو ملاخر كلا رمائيو قدر كخير كيسا كيسا خير كلي كيسا شر كلا بل رمائيو أركان الإيمان كي بس بوش جاي يا ده تعريف كإيمان وحلا قرنا يينو معناها كواسع سيء لكن مركو كواسع سيء وقرما وعند الإفراد ومرك الكليييو وإسلام نمذج على الراعين لكن مركا الله بذل الله كل روح حين نقول إساء إلا كرسية نقنس وسيد مسكين يفقير مركا لا يسكدره لما معنى يكال نقنيان إذا اجتمع افترقا إذا اجتمع افترقا هذا كلمان وبمعنى اسكمال لقوش ويكال تقيان لما معنى يكال نقنيان إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقراء دي مساكين تمركا وكال الدوين وكال لما النوع ومدنا وحوية وحبابا ما هيستو يا درهم يدي نار تونا يا مدنا وحواها يستلكم وحواها يستقوم في الله تسوى مركا وحويا يسكل رينه لكن مركا وحويا أنا يسكل رنين مذا هالله شيءه ولا يلا هذا وحويا فقراء وحلصيه مساكين تنو يسكت كشران مرة ذا المساكين قال له شيءين مساكين تنو يسكت سكريان فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم كوي مركا وحويا أن شيء بهيسن يكوي وحيستين لكن وحيها يستنعين كف الله لبض النعبة مركا وكتران وعند الإفراد لبض النعبة مركا وسوق ذكريا مركا تاصن السلاسية ويعين كاصي مركا النغنس مركا حديث كان وحوي وعند الاقتران كوي ساسي قصة بصنت مركا لبض مد والبنى أركان تبع القفة السري أركان الإسلام أركان الإيمان أي القفة الفسر مركا حديثك ومركا الشيقية شهادتين كإن لقراء إسلام لماذا وجه الرئيسة وأول واجب على الشخص مكلف كوح وجه الرئية كواجب كيحويا وإنه شهادتين كقراء ساس أود إدبا النبي عليه الصلاة والسلام مركب وجه الرئيسة وجوه يرتش لشهادتين كه وحنا الله ربنا مع الاعتقاد اعتقاد كنا وحلاقة قاضنا يا أنت شهادة تشهادة شهادة وحكسه في شاق قلبه وحنا قلبه قفك وكا قرنا ينين إن صحته هاي وأنه بين وأنو يقين صنع إن السدات هاي ده كمان مرخاتي كعي كرو وحو كمان مرخاتي كعي وين ويا وح يسكه بقرنا أيوة مركا وحوي إن السحت هاي أجي هاي
marka waxa weey iictiqaadki waa inuu jiraa qalbiga waa in ka soo fusha shahaadadaasi afkan laga dhawaaqo hadaan afka laga dhawaaqin isagoo qofku kari karaya halka mas'ala muhiimaha ku jirta mas'ala subhayta shahaadatanka hadaan lagu dhawaaqin isagoo qofku awoodi karayo maanic u diidayaan aanu jirin hadaan ku dhawaaqin una kari karayo ya halka noocaas ma islaamayo ana qofkii waa umri badan buu nool yahay shahaadadii waa awoodi karay waa garanayay waa i'tiqaadi kuma dhawaaqin diidma useeda u diidayna ma jirtee siday ku beegantay say qulaha qarkood qadareen mutakallimiinta qarkood halka caynkaas waxa gaalnimadii ka bixmaayo halka oranayaan qoryaha marka waxa mutakallimiinta qarkood ay oranayaan waxa weeye maya hadii aanu marka waxa weeye aanu diidanayn wuxuu noqonayaa kaafirun indana mu'minun indallah ilaahay aktiisa way ka anfacaysaa oo rabbi aktiisu mu'min ka noqonaya ilaa inagu ma ogin qalbigiisii laakiin innaga wuxuu inagu xukumayaa gaalnimadii warkaasi sax ma inuu waxa weeye marka mu'min marka noqdaa walow iimaankiisu naaqis ba ha noqdee ma dhici karto isagoo marka shahaadateynka awoodayay oo ku dhawaaqi waayey oo maanic u diidaya aan u jirin yacni marka waxa weeye karina karaayey uu iska daayay haddana inuu ku dhawaaqo inay anfacdaa ma dhici karto mu'min u noqdaa saasaa awadeed bay culammada qaarkood soo noqdeen itifaaq ay marka culammadu ku ijmaacsanaayeen oo isku waafaqsanaayeen inuu waxa weeye qofkii aan shahaadateynka la imanin inuu marka waxuu yahay gaal inuu yahay daahiran wa baatinan karina kalayo cudur daar u diidaya aanu jirin inuu noqonayo yacni marka mid gaal ah daahiran wa baatinan ay ku soo noqdeen ijmaac ku soo noqdeen qolyaha odhanaya ra'yigeenu sheegnay soo naqlinay tilmaamayo leh waxa weeye mu'min buu ilaahay agtiisa noqonayaa waxay ugu dhisan tahay iimaanka marka horeba inay ka dhigayaan tasdiiqul qalbi faqad oo shahaadateynka in lagu dhawaaqo ay ka dhigayaan shartun liijraa'i alaxkaam shartun liijraa'i alaxkaam adduunyawiya inay shartay unu tahay axkaamta dunyawiga inay ku dareerto bay ka dhigayaan saxna maaha ee waxa weeye waa jus iimaankii ka mid a qayb ka mida weeye la'aantiina iimaanku aanu suuroobaynin qofkii marka waxa weye marka maanic u diidaya aanu jirin ama marka qofkii kari karaya qofkii aan kari karayn isagoo cudurdaar buu haystaa qof baa hadalka ku xidhmay hadalka markuu ku xidhmay isagu markaa kuma dhawaaqi karo shahaadatinkii laakiin wax waa maqlayaa wuu garanayaa wuu maqlo waa ictiqaadiyey wuxuu awoodi karayana waa la yimi ya yacni xaalka noocaas ah dee isagu waa ka duwan yahayoo yacni inaanu awoodi karin bay uga dhacday inaan awoodi karin ayay markaa uga dhacday marka xadiiska waxaa ku sugan iimaanka iga waran markuu yidhi arkaanu iimaanka inuu ku fasiray an tu'mina billahi in allah la rumeeyo allah waxaa loo rumaynayaa waaxidnimadiisa dee inuu marka waxdaaniyada leeyahay oo isagu marka waxa yacni la keliyahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa iyo magacyadiisa inuu markiisa waxa la keliyahay keligiina xaqu leeyahay in la caabudo oo cibaadada keligii in la caabudana xaqu leeyahay in loo rumeeyo weeye malaa'igtiisa waa in la rumeeyo waa khalqi ilaahay abuuray makhluuqaad uu abuuray weeye oo nuur ka abuuray wakhuliqat ilmalaa'ikatu min nuur waa makhluuqaad ilaahay nuur ka abuuray oo aan allah caasiyayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun acmaal badan baynay leeyihiin oo ay qabtaan oo marka waxaa mid walba wax ku qaybsan yahay wixii uu ku qaybsanaa uu qabanayo cibaadada ilaahayna waxa weye waa ku mashquulsan yihiin wax macaasi oo ka dhici karaana ma jiro daacaday ku sugan yihiin allah bay u tasbiixsanayaan yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun yacni waxa weeye yacni malaa'igtu saas weeye xaqa ilaahayna waxba kuma laha oo waxa weeye marka rabbinimada iyo uluuhiyada waxba kuma laha lagamana siinayo marka sidaas inay addoommo ilaahay yihiin cibaadu mukramuun ayaa marka loo rumaynaya oo allaha caabudaya allahna aan caasiyayn saas iyadaabaa loo rumaynaya loo ictiqaadinaya nuur baana laga abuuray kutubta allah soo dejiyo dhan waa in la rumeeyaa hadday qur'aanka tahay hadday tawraad tahay hadday injiil tahay hadday zabuur tahay hadday suxufu yacni ibraahim hadday tahay haddii kutubaha kale magacyadooda aan laynoo sheegin tahay dhammaan kutubta allah soo dejiyey kulligood waa in la wada rumeeyaa midaynu magaciisa garanayno iyo midaynaan garanayn mid walba waa in la ictiqaadiya la rumeeyaa inuu kitaab uu allah soo dejiyey yahay kalaamkiisiina yahay hadalkiisii yahay saas iyada waa in la ictiqaadiya wada xaqna ay yihiin ha yeeshee camal falka waxaynu ku camal falaynaa ka ugu dambeeyey oo qur'aanka ah ayaynu ku camal falaynaa sunnada nebiguna sala allahu aleyhi wasalam way fasiraysaa waa raacaysa iyaduna waa waxyiye yacni waxa weye aynu ku camal falaynaa raacaynaa waayo iyada ayaa naasikho kutubtii hore ka dambaysay
مهيمن عليه كتبتي هري حكومة إسا يعني وحوي ما دام حكومة إسا يدا أي مركا وحوي يعني عن لقو عمل فريا أو لقو دقمية لكن هذا كتبه هري يعني مركا كم عمل فريا كم دقمية يدا أي مركا كتاب كم بالناسخة كتاب كم قرآن كم بالناسخة وإنه كم عمل فريا كتبه هري كم دقمية ساس يدا وي لكن والله وذا اعتقادنا يا إني وذا رنا هاي وذا نبا هاي وذا حق هاي وذا كلام الله هاي يعني ساس يدا وإن لو وذا رميا الرسول الذي إله يردن يجنا وإن لرميا الرسول ذو الله صادر وكذا النبي ذو الله صادر وردن وإن لرميا وإن لرميا وحوي الرسول ذي النبي ذن الله بأوحيودي الله يا أوحيودي وحي كسر دشي سجانا الدورة خلقي كدورتي خلقي سجى كدورتي وحنا الله دورتي دتك مرك إن الجرسين رسالة دعية الله دورتي مرك خلقي كرنا إلهي وكفضلي وككرسيي oo waxay ahaayeen qaar marka fadli badan iyagu iyaguna si kala fadli badan oo marka nabiyada waxa ugu fadli badan nabiyada rasuulnimada u raacday ayaa ka fadli badan nabiyada aan rasuulnimada u raacin rasuuladana waxa ugu si fadli badan ul azmiga ayaa ugu si fadli badan ul azmigana waxa ugu fadli badan labada khaliil baa ugu fadli badan khaliilay arrahmaan oo nabi ibraahim iyo nabi maxamed ah labadoodana waxa si fadli badan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa marka si fadli badan أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وكن نبي قول عليه الصلاة والسلام آدم وحضاري أنا أم ظن أي نبي قول عليه الصلاة والسلام وحفان لي لذنكم السقنة واتساسي إذا مركا النبي عليه الصلاة والسلام أويري يعني أحاديث بضن وشيقي سفض قيسة يسود مركا وقنب ذنيا هاي واترتا خصائص بضن ولسيين واترتا لكن نبي يدي الرسول لذو يعني وحوي خصائص إلهي وحبكم لها وحوي عبادة إن مركا وحكم بضن لسيو لليحيو يعني مركا حق مره ومن بنا أنا إنسان للسمية مد بنان ماءها إن للي مادو وحقوق دي إلهي يعني للسية مد بنان مركا حي ماءها حدي وحوية مركا دل عابد الرسول الرسول هذا كم بذا أما النبي هذا كم بذا نوحي نغنيسا قال لما أي نغنيسا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون مركا الله وحي نوشيك يا حدي الرسول هذا أما ملائكة يعني لقدكتو معبودات العابد أيه وعبادة إله إلا لو ذاتشيه إن النقنا يسقال لما لقو قالوا بأيه إن النقنا يسو أي أمركا والله نوشيكي قرد كريستان كوحي عابدان عيسى بن مريم أي عابدين مركا واكو قالوا بين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم واسوا كفريان وملد وكبحين وقالوا بين مركا وحوية قال هذا العذاب أي نار تكوى ريس أبد الآباد أي مركا كم ديهين كوى عيسى بن مريم عابد أي إله كالكتاي مركا وحوية النبي قلنا عليه الصلاة والسلام النبي محمد حين قولي لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أما أنت إذا قلت لحتقنا سيدة كريستان كوى إنا مريم أما أنت إذا قلت لحتقنا وكلا أما أنت إذا قلت لحتقنا إنما أنا عبد أنا قوحنا هاي قرى أدون بانا هاي فقولوا عبد الله ورسوله وحتى لغن وأدون كيلاهي وأنا رسول كيسي سداس لها يا النبي عليه الصلاة والسلام ويلي يوم الآخر كوائن للرمية ما لنت الضنبي قيامة وإن مركا للرمية وحكى علماء إلهي يوم الآخر وحسوق لي كل ما يقع بعد الموت وحكى ستور دعا يقريد الدبديد هذا عذاب القبر قطهاي هذا يعني النعيم كقبر قطهاي هذا سؤاش قبر قطهاي هذا فتنة قبر قطهاي ضغطة القبر هذا تهاي عريرك قبر وقفك يرجو شين يوسا ويرع عريري يو يعني هذا تهاي هذا تهاي وحوي صار تانك الصو صار يو يعني هذا تهاي وحوي دتك يو صفة الوص صار يا إنه غنيان يعني وحوي حسابتا ميزانك جدك الصراط بنانك قيام ذي اللي تبين هاي قرحة للسود وين هايو يعني كل جرين تدتك لك كل جرين يتشندي النار تا قار كودين عذاب صومر يان الوصو طهير يان الوصو نظيفين أيو مركز ضمنا تشند خد ضمين يان كل ما يقع بعد الموت وحيسوق ليان واليوم الآخر مار انت هضم بي قيامة ذي سوق ليان صاصي أهل العلم أي مركز يلهدين وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني قدر كان وإن أدرهما يسو كيس خير كلي كيس شر كلبا يعني وحك استودع يا الله هو قدري قدر كنا وحكوا بصنايا أفر أمورات وحوي علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين وأربعة أشياء أفرت أشياء وامح وأقالك إلى هاي أشياء سيوغا كهر انتين دعين كهر
أو وح كقرصونا وكديمونا عين شرين وح والبا الله أجا جملة وتفصيلا يا علم إله هو واسع وح والبا أجي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون الله وح أجي وح يروي شري وح شري دونا يوح ندع عيني هذا يدع إلى هاي سدى إنه قال الله ينبو الله أجي يا مركا أقال كإلهي علم إلهي واسع وين لرميا وح والبا إلهي أجا روح مركا الضفر إلهي علمي قيسة أوي لهذا وحي لها قاربانو الله أغين ودعية أما أشياء هذا قاربانو الله أغين عدة لهذا وقالوا بيس سأسويت بإمام الشافعي يا إما كلب أي لهذين خاصم القدرية بالعلم فإن قروا خصموا وإلا كفروا قرد القدرية ذي قدر كإنكره يصوح كرد وضان علمي هل كان الله يعلم الأشياء قبل وقوعها اللهم أغى أشياء أنت ندعين كهر بسم أغين فإن قروا خصموا هذا قران علمك إلهي واسع وحول با الله أجا يعني ولقى قرهلا يا ولقى قارب نغني يا ضوتي ولقى عن صرينا يا أمر به هذا علمك إلهي قران إلهي وحول با إنه أجا إنه سيق ريا إنه ضاني إنه واحد عيا إنه أبوره إنه واحد عيا أبوري يعني مراتب تكلي قدر كنا إنه قرا ويكن على نيس وكل لازميس معناه ذكر الرب تام شرتي كان هذا قرتي كو كان قر صص نغنيس فإن قروا خصموا وإلا كفروا هذا يقري ويانا وقالوا بيان با إمام الشافعي لي رحمه الله وروحوا إلى هذا إلى هاي أشياء قربان وقين دوحوا نقول يا كافر بالله لأنه نسب الجهل إلى الله صابتنا وحيطان أقندري الجهل وإله يتيري مرهدوا الجهل يا أقندر الله يتيرينا وقالوا بيان من لدواك بحي مركا قدرك وإن لرمي كو علمك إلهي وإن لرمي وحول بإله السيوك لبا إن أشياء دعيس إلى يوم القيامة إن قري يذن وإن الرمية يا أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وحيلها يا أبو رقلك أوجه الري مركز قلنك كل قر مركز إلى يوم حن قرا واحد قرته وحلا واحد يعدون إلى يوم القيامة قر سيدي ما مركز واحد مركز أخ قرية وقلنك مركز واحد ولا ودع عيبة وسلا وقر تانم سلاسم مشيئته دونست الله دوني واحد عيا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما دون إيسان إنه إلهي دون مو يعني مركا تاسنا وحوي أساسوي ووحكا ستور دعايا إن الدعان الله هو دون يؤم ملك جيسا كما دح دعضو وحان الدونيني ولا يكون في ملكه ما لا يريد يا ملك إلهي كما دح دعوه وحان الله الدونيني كما دح دعوه وخلقه وهو إيجاد وتكوين يا أبو ريس يسوي له يا أبو ري وحكى الصبا وحدع يا الله با أبو ري أفعش الضمض أي السمين أيان الضمض ما أبورا يا الله با أبو ري الله با أبو ري الله خالق كل شيء شيء والبا إله إسق أبو ري وخلق كل شيء أحوال با أبو ري مركا خير يا شرب الله إسق أبو ري إسق الضوني إسق قدري يعني وحوي مراتب تقدرك أفرط أسيقك وبنت علم كتابة مولانا مشيئته عطف بغير عاطف وخلقه وهو إيجاد وتكوين يا أبو رسي سؤال هاي أبو ري وحد يعد دونوردن يعني أو يعني إلى هاي أبو ري وعي كميت أي مراتب تقدر أي كميت مركا قدر ككيسة خير كلي كيسة شر كلوين للرمية فرقوين كلمي قاربا وحي إلى هدين وحي خير إلى هاي واد دوني لكن وحي الشر مدونين يا دوم هذا الشر كدوني ورك نوع سوى ورب باطل أنصحها قدر لما أنت وإلى الرمية وأن تؤمن بالقدر خيره وشره يعني خير يشرب الله إسقى أبو ري إسقى أنا قدري قل كل من عند الله لما أنتود وحونا أكسني وححنبا حق الله بكاء هذا خلقا وإيجادا إلهي باترسية إلهي بأبو ري إلهي بقدري دي لقاء يقول حق أبو ري تانكي حق التقدير كمد والبا حق الله بكاء هذا لكن الله شرك الدوني ما يو شرعا مركا أمدونا يو شرعا ولو قدرنا هبو دوني فحكى لك إرادة شرعية هي إرادة قدرية إرادة قدرية وحوي ووحو قدرهان إلى هاي الدوني وحو قدرهان الدوني وحن نغنكره وحو كره لي هاي وشعلي هاي وحن نغنكره وحن نكره لي هاي وشعرين يا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وحو الشرعي أهان الله الدوني أيو ووحو الدوم ماذا كربه وحو كره لي هاي وحل إرادة دوني استو الدوني أيو بمعنى الدوم ماذا وحا الصمية الله رمية صلاة كذا زكاة بحية صونك يعني وحوى ضمضة كطل بايو كدوني تصوح على إرادة الشرعية ليلها إرادة الشرعية ليلها إرادة قدري هنا وأوحى مركا إلى هاي قدرهان الدوني
marka waxa ay noqonaysa wuxuu ilaahay qadarhaan u doono illaaba illa wa dhacayaan baaqan maayaan laakiin wuxuu sharci ahaan u doono inay dhacaan iyo inay dhicin mid walba waa dhici karta oo dadko dhan iimaan baa laga wada doonayo rumayn iyo islaamnimo haddana dhammaantood ma wada rumaynayaan qaarkood baa rumaynaya ya marka farqiga u dhexeeya waxay tahay wuxuu ilaahay qadarhaan u doono illaaba illa wa wada dhacayaan ma baaqanayaan laakiin wuxuu sharci ahaan u doonay inay baaqdaan iyo inay dhacaan mid walba waa dhici kartaa waa midda labaad ee farqiga labaad waxay tahay wuxuu ilaahay qadar ahaan u doonay ma aha marka waxa weeye ilaaba ilaa inuu ka wada raalli yahay wuxuu ka raalli yahayna waa ku jiraan waxaanu ka raalli ahay inoo jeclayna waa ku jiraan laakiin wuxuu sharci ahaan u doonay dhammaan waa wuxuu ilaahay ka raalli yahay oo jecel yahay hadduu sharcan u doonay shaygaas waa shay uu rabbi ka raalli yahay oo jecel yahay wey marka iraadada sharciga ahi jacayl iyo raalli ahaansho waa laasimsanaysaa allah jecel iyo ka raalli yahay waxaas laakiin taqadarigii ma laasimsanaysa qad waqad waa dhici kartaa inay waafaqdo waxa allah jecel yahay oo sharci ahaanna u doonayo inuu qadar ahaanna u doono oo iimaanka mu'miniinta iyo camalka saalixa la imanayaan iimaanka waxa weeye iyo camalka saalixa sharci ahaan waa u doonayo waa ka rabay waa ka dalbay la kaalay uu yidhi waa ka raalli yahay haddana qadar ahaan inay dhacdana waa doonay oo waa waafajiyey markaasay markaa noqdeen mu'miniin camal saalixa la imanaya ay markaa noqdeen marka iraadada qadariga ahi ilaaba ilaa ma laasimsanayso raalli ahaanshaha laakiin ta sharciga ahi ilaaba ilaa raalli ahaanshaha way laasimsanaysa raalli ahaanshaha way laasimsanaysa marka taasina saasiyada weeye fa akhbirni can lixsaan ixsaanka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa ixsaan fii cibaadati illaah iyo ixsaan fii mucaamalati alkhalqi in cibaadada ilaahay ixsaan lagu sameeyo oo lagu samafalo iyo in mucaamalada khalqiga lala mucaamilayo in samafal lagu sameeyo oo la wanaajiyo labada nooc bay u qabsantaa ixsaanka mucaamalada khalqiga lagu ixsaan samaynayo lagu wanaag samaynayo waa akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmayo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmayo yacani dhibta laga haysanayo yacani waxa weye ixsaanka iyo bimacnaa waxa weye badlu nada yacani wakafu aladaa yacani dhibtii laga haysanayo macruufka iyo wanaagana markaysa waxaa la bixinayo lagu deeqaayo yacni weji wanaagsan iyo kelmad wanaagsan iyo hadal markaa dabacsan lagula kulmayo wixii lagu kaalmayn karo lagu kaalmaynayo yacni markaa taas waxay tahay waa ixsaan fii mucaamalati alkhalqi akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmayo waquluu linnaasi xusna yacni waxa weeye wabilwaalidayn ixsaana cid ixsaan loo sameeyo khalqiga xaggiisa waxaa ugu horreeya labada waalid wabilwaalidayn ixsaana labada waalid samafal u samafala yaa samafal u samafala man axaqu nnaasi bisuxbatii yacni marka ayaa dadka ugu xaqnimo badan buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyi inaan marka dhaqan wanaagsan kula dhaqmo wuxu ui ummuk hooyadaabaa ugu mudan yaa ku xiga ummuk yaa ku xiga ummuk yaa ku xiga aabbahabaa ku xiga yacni saasaa marka uu sheegay marka dadka kale oo dhanna waxaa la doonayaa wanaag in lagula dhaqmo waqul licibaadi yaquulu latii hiya axsan ina ashayaana yanzaqu baynahum nooca labaad wuxuu yahay waa ixsaan fii cibaadati illaah labada nooc marka la eegaayo waxa weynaansho badan cibaadada ilaahay in ixsaan lagu sameeyo saase aawadee halkan laguma sheegin ixsaankii khalqiga mucaamaladooda lagu samayn lahaa lagu samafali lahaa laguma sheegin tii weynayd baa la sheegaa taa weynayd haddaba waxay leedahay oo ah ixsaan fii cibaadati illaah waxay kala leedahay asal iyo kamaal bay kala leedahay asal bay leedahay gun ah oo sees ah asalka waxa uu ahaa cibaadada ilaahay in ixsaan lagu sameeyo at-tawxiid wal-ikhlaas in allah keligii waxdaaniyada loo qiro oo tawxiid lala yimaado oo wuxuu allah la gaaryahoo dhan loo gaaryeelo loo caqiideeyo keligiina la caabudo inuu asmaadiisa la gaaryahay sifaadkiisa la gaaryahay daatadiisa la gaaryahay afcaashiisa la gaaryahay keligiina la caabudo taasi waxay tahay waa tawxiidkii weeye cibaadadan ikhlaas loolagu yimaado isaga loo gaaryeelo mar labaadkana dariiqa lagu caabudayaa waa inuu noqdaa yacni mid lagu samafalo yacni sunnadii nebiga sala allahu aleyhi wasalam waa inay tahay wax lagala kulmay waxa allah lagu caabudaya alikhlaas waalmutaabaca aslu lixsaan waa tawxiidka iyo ikhlaaska iyo mutaabacada nebiga la raacayo allah keliga in la caabudo waxa lagu caabudayana ay noqoto wax nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay wax la bidcaystay ayna ahayn in waxa weeye marka ikhlaas iyo mutaabacayn lala yimaado allah keligii la caabudaa tawxiidkii la xaqiijiyaa lala yimaadaa waxa allah lagu caabudayana ay noqoto wuxuu
كسود الشيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي محمد وحلا قال كل ما يتوح الله الوعابدية بدعاين نخن والشرك يبتعلق مرنادا وأصل الإحسان إحسان كي عبادة إله اللي قصة مني أصل كسمي هذا كمال بولية كمال كسوان محي وكحديثك هذا بشري كمال الإحسان في عبادة الله درجة أخرى إحسان كاللي قصة مفرع عبادة إله وان محي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإن ظله عابد السياد أركي سوك أدعى عبده سيقول لي صلى الله عليه وسلم مرتبة المرتبة الأولى وفضلني وحيتها سيدي من أركي حالة شبه يسين ظله عابده يعني مثلا وحا أنه قرن كرا عد روح قدرين أيه يعني بقر وين أكلوا عادل أو أضلوا قبقنا أي أتقي وهر فريستي وح أركا إنه بغرك أركا يا أي أركا يعني وحيلا عن مناسبة هين وكوك حك عم يي دعي كرتها إنه سكتش يستو خطاب كان يعني أنا مركي سي إيجين وح كله يهاي أنا إيجين واهتمام بدن سين ده وحوي مركا مسوق بيش مناسب من غنيش مركا سدي واحد أركا يسوق كله يا حالة شبه يسين دعاء بدا ومرتضى وكمال كبدن تهدا ذا وذكر وذم حد صمين سا أديق ومركا وحوي يقين صن أو قرنا يا الله إنه كأركيو ترجع ذا سرهد تقارويه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومرتبة الله بعد دون ذلك هذان ذهين مذ أركايا بمعنى مش شبه يا سيدي ومذ أركايا وكلام مش شبه يا هذان ذهين وإن مركا وحوي أذ مركا وعبد أذو يقين صن أو قرنا يا وحاضر كقطة يا الله إنه كطار عنا يك أركيو مركا وكمال كي الإحسان في عبادة الله أي لها يتكمال كي كذب النبي وحويدي عليه الصلاة والسلام قيامة إيقو رنبول وحرم المسؤول عنها بعلمة من السائل كل ويدينا يا وما أقوم بدنك ويدينا بمعنى كما أقوم بدني سأل وقرني بان أنا وقرني قرب هل كان تحريفي وبدلوا وحي إلى هدين وحوش شيء ذا أدنوات قرني السا محمد أنوات قرني يا قرشة إنه قرني إنه مكة أقوم بدني إسكول لاب الباء قرشة إنه قيامة قرني إنه قرطة لا عيسى أي تاجنتي لا قرب سائل تحريف مني ومعنى حديث كله بدلا يا معناها اللي قمت شيء معناها لوج ما تشي وحنا عضينا الرواية ذكر الصحيحين كقصة أروت عضينس مركو يلا أخبرني عن الساعة فأخبرني عن الساعة يعني النبي يقول عليه الصلاة والسلام هي من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله يعني شنت غيب كي كم تو الله مويان عد كلمة وجا إنه السيد النبي يقول شوابي عليه الصلاة والسلام يا أي نغنس مركو ريج وحي لهدين ما المسؤول عنها بأعلم من السائل جبريل باويدين يا النبي عليه الصلاة والسلام مركا النبي قال شوابي أنه أنه هاي أنه أكتي ومكلا أقوم بدين بيلا هذين صاصة وتعريفين وبدلين بمعنى هذا جبريل طاي أنه أكتي بيلا هذين وسيقول لي حيين أنه أقه يضان محمد هاي وقال كأنه أقنا هنا يسكن ليبا البقارسي السيني هاي ومكلا أقوم بدين قال دوية وركاس وحكى ورمان أيه رواية ذكرة أي سعى الضينة الساهية من خمس الغيب لا يعلمهن إلا الله شنت غيب كي كم تايقيا مضي أو الله مويان عدك لمؤقى الله بعلم قيد الله قار عدك لؤقى مجرد ساسوي واركا أيورانا ينقار كود واقيد دم بالنبي قوال لؤقى السي قيامة قرطي دعيسو يمفاتح الغيب أردن واركا نوع عاسي أصل مره وح دليلنا مره نصوصنا وكهر من أيام يعني وحوية إن ليلها وحول بوال لؤقى السي حتى مفاتح الغيب كمركي دم بواء وقادي صح ما علامات قيامة يقول رنبول لأن علاماته قيامة وحكم إذا أيو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام علامات قيامتنا وحيوقع بسمن علامات وين علامات يرير وحيوقع بسمن علامات لعي علامات ولئان دعين وباقئة أي وقع بسمن طبعا علامات باكوة وقوة وين طبعا كعلامات ولوهر سيهين طبعا كعلامات وكم يتهي إن قول رحضو قلبات كالصواب بحضو أي كم يتهي دابدي هذا اللي يسئين يصواب بحضو يأفرت أدين كسعون أي سيدات كان لها اللي يسئين لقب حسن كري يعدو البقاري سي أي كم يتهي وحوي دجالين وصبحه أي كم يتهي علامات قيامة يأجوج مأجوجين صوت دريران أي مركز يعني تاتك كحر ناين كصبحان يدنا أي كم يتهي أي كم يتهي وحوي عيسى بن مريم إنه سود دجال ديله يعني مركز أي كم يتهي أي كم يتهي وحوي صدح نرجو أي دعان ومد مركز بري كدعية مد قلبات كدعية مد جزيرة عرب كدعية يعني وحوي ضدك مركز وحوي ضب صبحي ضدك ضبطك كحينية يعني مركا وكم دي هاي أدو طبعا على موضوع عين كاسو حديثك مسلم صحيح كسوري حديثك حذيفة بن أسيد يعني أشيقا
طبعاً كعلامات أي مركا هو وين وطبعاً كعلامات مركا يجوا باقي ويهرسينهين علامات كيري وأفر بدنيهين واحد عاية وحن ولد عميد والبوالين علامات اللفت هذا لبع علامات بهلك الله ينوش شقي ميد وحوي أن تلد الأمة ربطها أدي لها عقوق بدن إياه لا شك إنه عقوق فربطية والد كارن مدي إلا إذا عدي قاركود إن مركا والدته أي دلان أي دعضي أم هو يوين كود مركا أي دلان قار عقلي وذي قبا أما مركا وحويان أبوه ذا يدلان قار عقلي وذي قباء يدلان قف مركا والان يسوي حكم له مركا وحوي والدين كارنما سواء إسكا بضانتهي هدي اللي يلاهدو وحوي السراري ذا بضان إسا وچيقا كاللقو فسرنا تي هوري واقي هوري ودعضي وحوي السراري ذا أي فربضني يا دومها مركا ملك اليمين لوها يسانا يا دل أمهات الأولاد كالنقونا يا مركا تاسنا وحي نقونا يسا على هذا يعني يدنا دعضي تنكو سابسن مركا وحي على مدى اللباد وحي تهي dadkii ayda ahaa ya cagah cada ee qaqawana ee marka waxa way xoolaha marka raaciyo ariga raaciyo qaar kood dhobiyada ahaayeen inay qaar kood marka waxa ku dambeeyeen ama xayiro deen markii saasadaas ahaayeen marka waxa ayagu raacanay yaani marka raacanay ama dadba marka waxa yaani u ahaa qaar dhobi oo wax u raaca oo wax yar ka qaata yaani inay noqdaan qaar markii sa yaani xoolo leh oo tanaada oo dad marka waxa way guriyo dhaadheer dhista oo guriyo dhaadheer isugu faana tanu caasina waxa way waashay dhacay wariina wax weeyaan wa socota oo waqtiyada qaar kood waxa jiray jiray dad waxa way aad iyo aad gaajad daran ay hayn jirtay oo dad markii dambe ku dambeeyay inay marka xoolo yeeshaan yaa yaani xoolo yeeshaan meel walba bulad walba marka mid ka dhacdo way bulad walba mid ka dhacdo way wadanada khaliijka waxa waagi hore ay ku badnayd marka waxaan yaani faqriga iyo gaajadu aad ugu badnaayeen markii dambe dad waxa way shidaal kala soo saaray waxay noqdeen marka waxa way yaani inay iyaguna يعني لدنا ذان يعني مركب بدم كودي أي قرية دار مركب وحيدستان مركب فقر درن واسومرين واجي هري واسومرين مركب تاسنا ساسي ذوي وحديث كلا قادنا يا آخر فيسا مركب النبي ويدي عليه الصلاة والسلام من السائل عمر ويدي وحلا الله ورسوله أعلم وحلا قادنا يا قفك وحانو كرنين إنه كجاب صدو أو إلى الله ورسوله أعلم صاحبنا وارن شري مركب النبي قلنا ولا عليه الصلاة والسلام مركب النبي قل إن تيم الله ورنا يا هذا الله ورسوله أعلم شوفت واحد تهاي وحي مركا أمور الدنيا وحيالها هدى الدنيا ذكرنا عيا مرنا بالله ما أرنا يا رسول كوا أجيهاي يعني مركا الله ورسول أعلم لما أرنا هو الله أعلم وين ليه هذا وحي مركا الدين أمور الدين تاس وحوي علماء قار وحي له هذين صحابة واجد دم بوح عدد وأهيدين رنشرين الله أعلم إن رنشرين مركا ساس أول يسأل صحابة رنشرين وين ليه هذا لكن صحيح واحد تاينا اللي بيقص غنين وهي الدين كالنبي قال لقصة الرقي عليه الصلاة والسلام صنيع صحابتنا مرنا إني أرنشرين الله أعلم مرنا أرنشرين الله ورسوله أعلم مركي النبي قال لقصة ديد بديد لابد وواتشران أصرتنا وقصة رورتي ساس أوديد دين كالنبي عليه الصلاة والسلام أيا دقوا أقوم بدنا يوددك كلاوك أقوم بدنا ويساق لقصة الرقي ولقصة الدكي علمي مركي أخص في سنانا وأخص في سيهي سو النبوذي الرسالة ووصي في سنانا ووصي في سيهي أي علمي يعني وقصي في سنانا سيدي وقصي في سنيهي ساساوي دي أمورها الدين يقع يعني الله ورسوله أعلم إلا يلاد وحدي بكم السقنا هدي إلا يلاد الله أعلمنا يعني مركا يضان لي بكم السقنا لبدا مد ولبا جاسي وجازوي النبي ووشاق عليه الصلاة والسلام وحلوى جبريل وحونا ويمي سو الدين كينا إذين بره بمعنى الصابي إذن كنا قضائن ومركا حقا برطان السؤالها مركا والنبي ويدينا أيو والنبي وكتشواب أيو أي يددك الدين كي كبرنا يعني waxaa laga qaadanayaa asluubka caynka soo su'aala marka in la weydiiyo cid garanaysa oo ay ka jawaabaan yaani waxa weeye inay hab tacliim ku jirto cilmiga lagu barayo inay ku jirto ayaa marka laga qaadanayaa waxa kale laga qaadanayaa al-islam iyo al-iiman iyo al-ihsaan saddexda martabo in la isku yiraahdo diin la isku yiraahdo diin in la isku yiraahdo marka saasaa wada culimadu waxay yaan maratib diin al-islami diin al-islami maratibteedu weeye saddexda martabo ay ka kooban tahay مرتبطة هوري وحويه وإسلام لماذا؟ والدائرة دي جود ويه على ماذا قاركود بعض السلف وحي سمين شري صدح مركا حراء وكرا صرريسة صدح قوابو قوابو ده أغص الرئيسة وين وحيران شرين وإسلام لماذا؟ الإسلام قوابو كلا هاس تاكسي كاكسي شرته وطا كوكو ده شرته يدنا وحي كوكوري شرين الإيمان قوابو كلا مركا وحويه يدنا كسي هاسيسة وصدح قوابو اسكوكو ده شره goobo weyn goobo dhexe goobo marka wax weyn yar oo yaani gudaha ku sii jirta taa hoosana waxa yiraahdeen waa al-ihsaan waa tii samafalka
معنى ذو واحد تاي مرتبة الإحسان كجرا إيمانك يا إسلام لماذا هو كشرة ومرتبة الإيمان يا مرتبة الإسلام هو ليني كحرضه هو سك الصباح وحرضه اللي حس وقلا مرتبة الإيمان بوتشو قال لكن مرتبة الإحسان وكبحسية مرتبة الإسلام هو كوجد كشرة إلا قوادة قوادة يكوجد كشرة تاي كمرك وحوي مرتبة ده إيمانك كصباح حرضه اللي حرضه السرع الصباح ومسلم كيف فاسق هاي وكروي يعني مرتبة إيمانك وكبح لا إيمان لمن لا أمانة له والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يصور مؤمنا مثل يستو لا إيمان لمن لا أمانة له مرتبة إيمانك إسلام لماذا كسي فضيك بضنيد خاص كأهيد كمتشرو يا والله أرنكرا هو مؤمن ناقص الإيمان وإيمانك سوى ناقص والله أرنكرا لكن إيمان مطلقة بمعنى كامل لقمصفين كرو مركب حوي مرتبة إيمانك مركب وكب حو مرتبة إسلام نمذ مركانة وبحي صدح مرتبة عين كاسوية وعام يخاص يخاص الخاص بالكريهين الكاهن وقد شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك انتين كل منه فرقة فرقة نحقة وحديثتنا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين.